مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي. برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. النهارده هنتابع كل ما هو جديد عن النادي الاهلي ونتعرف برضو على الاستعدادات الخاصه بفريقنا لمباراه القمه والمقرره ليها ان شاء الله يوم 30 من الشهر الجاري. طبعا فريقنا اخذ راحه من التدريبات بعد ما فاز على شباب تستورة الجزائري وتاهل لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا، وهيرجع ان شاء الله للتدريبات بكره وان شاء الله هتكون مرحله استعداد قويه جدا لمباراه القمه، واللي ان شاء الله برضو فريقنا يقدر كالعاده ان هو يحقق الفوز فيها عشان يقرب خطوة كبيرة جدا من الاحتفاظ بلقب الدوري. كمان هنتعرف على موقف كل اللعيبة المصابة واللي ان شاء الله قربت جدا صفوف الفريق بتاعتنا انها تكتمل بشكل نهائي في اطار الخطة الممتازة من الجهاز الفني لمواجهة شبح الاصابات واللي كان ليه تأثير سلبي كبير جدا على الفريق في الفترة الأخيرة. كمان هيكون معانا كل ما هو جديد في الاستعدادات الخاصة بالمنتخب الوطني لمباراة النيجر ونيجيريا، وهنعرف كمان كواليس تدريبات المنتخب وقصة قميص المنتخب اللي اثار ضجة كبيرة جدا من ساعة ما تم الاعلان عليه امبارح. كمان اكيد في حلقتنا هنتعرف على كل الجديد في كره القدم العالميه وفي الدوريات الاوروبيه، وكل ده هنناقشه في الفقره الاخيره مع ضيفنا النهارده الناقد الرياضي الكبير استاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي في الجمهوريه. وكالعاده نبتدي معاكم حلقتنا باهم وابرز العناوين. مجلس اداره الاهلي يعقد اجتماعه الخميس المقبل. الأهلي نحترم كل المنافسين في دوري الأبطال ونسعى للتتويج باللقب. عبد الحفيظ يعلن موعد عودة أجاي وأزارو من نيجيريا والمغرب. فحص طبي لإكرامي وسليمان قبل مران غد. مؤمن زكريا يتلقى عرض فنلندي. استبعاد عامر وانضمام النني ووردة لمعسكر المنتخب. برج العرب جاهز للقمة والجبلية تدرس نقله للقاهرة. دايما بنبدا معاكم حلقاتنا باهم واخر اخبار النادي الاهلي من الصحافه. الاهرام، الاهلي يبدا الاستعداد للقمه ولاسارتي يضع خطه المباراه. الاخبار المسائي، جهاز الاحمر يخطط للزمالك مبكرا. الوفد، طبول القمه تدق مبكرا في الاهلي. الجمهورية، الأهلي يستعد للقمة بودية مجهولة، لاسارتي يجتمع بجهازه غدا لوضع خارطة الطريق. عبد الحفيظ، الأهلي يهدف للتتويج بدوري أبطال أفريقيا. روز اليوسف، الأهلي الدور على الزمالك، الفريق يعود للتدريبات غدا ولاسارتي يطالب بنقاط القمة. الأخبار، الأهلي يرحب بأي منافس في دوري الأبطال، ودية تجهيز الفريق للقمة ولاسارتي يعلن برنامجه غدا. الأخبار المسائي، الأهلي يرتب الأوراق، الخطيب يناقش ملفات مهمة وأجازات وعمرة اللاعبين ولاسارتي يعيد حساباته. سادتي آنساتي سادتي، أطيب التمنيات من استاد القاهرة، واليوم هنا لقاء العودة ومشيت الله على القدر الطويل. هنا القرعة بين كابتن الفريقين، الأهلي المصري بطل إفريقيا وأهلي بني غازي بطل ليبيا. خطيرة، يلا مين يكمل أول سليمان. الله عليك الله. تصوير وجول جول جول جول. قلنا مشاهدينا الكرام ستكون النهايه تراجيديه. السوبر الافريقي رقم 14، الاهلي كيان
الاهلي رمز، الاهلي عزيمه، الاهلي اخوان، الاهلي دايما بيلعب حتى الثانيه الاخيره. كمان الأهرام قالت إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي قال إن الفريق هيرجع لتدريبات بكرة استعدادا لمباراة الزمالك المهمة للغاية في مشوار الدفاع عن اللقب المحلي، وسنخوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الحالية لم يتحدد طرفها بعد، استعدادا لمواجهة نادي الزمالك والمقرر ليها يوم 30 مارس الحالي في الدوري المحلي. وإن الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي بيتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من الودية اللي جاية عشان يقدر يستعد بشكل جيد لمباراة نادي الزمالك المهمة المرتقبة. وأشار عبد الحفيظ أن المباراة الودية المرتقبة هتكون فرصة كويسة جدا لتجهيز بعض اللعيبة العائدين من الإصابة وأيضا اللي ما شاركوش بشكل أساسي في الفترة اللي فاتت عشان يتم تجهيزهم كلهم والاطمئنان على حالة المصابين. كمان بيعقد مارتين لاسارتي المدير الفني جلسة مع معاونيه بكرة إن شاء الله قبل انطلاق مران الفريق عشان يحط برنامج الإعداد وخطة مباراة نادي الزمالك المهمة والمرتقبة يوم 30 مارس الحالي في إطار منافسات الدوري الممتاز. أما بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا فأكد سيد عبد الحفيظ أن فريقه بيحترم جميع المنافسين في البطولة، ولكن هدفه اللقب القاري اللي بقى حلم الجماهير الحمراء. وقال كمان أن النادي الأهلي عنده هدف واحد ومحدد وهو الفوز باللقب الأفريقي واستعادة البطولة اللي غايبة عن دولاب بطولات النادي الأهلي من آخر تتويج في 2013. وقال كمان أن الفريق أو الفرق الثلاثة المرشحة لمواجهة النادي الأهلي كلها فرق قوية وبتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وده اللي بيزود من صعوبة المواجهات المرتقبة في ربع النهائي، ولكن النادي الأهلي عنده رغبة قوية لاستكمال المشوار الأفريقي لحد النهاية عشان يقدر يتوج باللقب. أما بالنسبة للعيبة المعارة فكشفت إدارة النادي الأهلي عن أن تعاقد عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول المعار للاتحاد السكندري ما فيهوش أي ثغرات أو شروط جزائية، وحرص الجهاز الفني للفريق الأحمر على منح اللاعب فرصة للإعارة لمدة 6 شهور ولحد نهاية الموسم للاتحاد السكندري. وأظهر كمان عمار قدرته الفائقة ولفت الأنظار بشكل كبير جدا طول الفترة اللي فاتت مع نادي الاتحاد السكندري، طبعا هو معار ليه في الفترة دي زي ما قلت لكم لمدة 6 شهور. وبيتكلم برضو أو تكلمت بعض التقارير عن وجود بعض الأندية اللي عندها رغبة في ضم الفتى الموهوب وتمسك الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي برجوع اللاعب بعد انتهاء إعارته لحاجة الفريق لجهوده في الموسم القادم، خصوصا وإن المدير الفني للنادي الأهلي بيتابع بشكل دوري موقف المجموعة المعارة من اللاعبين للفرق الأخرى وعلى رأسهم كمان أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وعمار حمدي وأحمد حمدي. كمان الأخبار قالت إن الاستعدادات والاتصالات مستمرة في النادي الأهلي ولا تنتقى قطع استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة المقررة ليها يوم 30 مارس الجاري، وتجهيزا طبعا لقرعة دور الثمانية لدور الأبطال المقررة إن شاء الله بكرة بإذن الله. وبرغم الأجازة اللي منحها المدير الفني لفريق النادي الأهلي مارتين لاسارتي لمدة 3 أيام بعد الفوز على الثورة الجزائري وتأهل الفريق كأول مجموعته في دوري الأبطال الأفريقي لدور الثمانية، لم يرتاح الثنائي محمد يوسف المدرب العام وسيد عبد الحفيظ المدير أو مدير الكرة استعدادا لما هو قادم. هيحضر حفل القرعة بكرة إن شاء الله. وأكد كمان سيد عبد الحفيظ على احترام الأهلي لجميع الفرق المنافسة في قرعة دوري أبطال أفريقيا، وقال كمان أن النادي الأهلي هو هدفه الوحيد التتويج باللقب القاري والفوز بدوري أبطال أفريقيا، وبيلعب بجميع مراحل البطولة بالطموح ده وكل تركيزه على هدفه. كمان الأخبار المسائي قال إن بيستغل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب فترة الراحة الحالية للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عشان يناقش بعض الملفات الخاصة واللي بتتعلق بترتيب الأوراق سواء للموسم المقبل أو لفترات لاحقة. كمان بيعقد الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمناقشة بعض تفاصيل الميركاتو الصيفي اللي جاي، ومناقشة كمان المدير الفني مارتين لاسارتي في وجهات نظره الفنية لتدعيم الموسم اللي جاي. واتفق قبل كده رئيس النادي الأهلي مع الجهاز
الجهاز الفني على متابعة اللعيبة المعارة من النادي لتحديد مصيرهم في الموسم اللي جاي، وحرص لعيبة الفريق على استغلال الأجازة والسفر خارج القاهرة، خصوصا أن الفترة اللي جاية هيكون فيها تركيز كبير جدا وتوالي للتدريبات قبل مباراة القمة. سافر معلول وكمان أجعيه، معلول سافر لتونس وأجعيه كمان سافر لمعسكر منتخب بلاده، وكمان أزارو قضى الأجازة اللي حصل عليها في لمدة 3 أيام في المغرب، بينما سافر كمان حسين الشحات وبعض اللعيبة لأداء العمرة، وكمان استغلها البعض الآخر للتواجد في مسقط رأسهم مع أسرهم. كمان عكف الجهاز الفني على متابعة كل المباريات الخاصة بنادي الزمالك، وكمان مباراة الزمالك ونصر حسين داي، وبيتابع كمان برضو مباراة الأبيض مع المقاولين العرب بكرة، بالإضافة لتأجيل عدد من المباريات الخاصة أو مشاهدة بعض المباريات الخاصة بالفريق الأخير عشان يتم دراستها بشكل كويس جدا، خصوصا أنه بيسعى أكيد أنه يحط بصمة في مباراة القمة اللي جاية، عشان هو عارف قد إيه هي مباراة بتحظى باهتمام خاص من الجماهير. كمان الأخبار المسائي قالت إن بيستغل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود عبد معلش احنا هنروح لخبر تاني الأخبار المسائي احنا؟ طيب مش تقوله؟ طيب. كمان عندنا تصريح من عبد الحفيظ مدير الكورة. طيب احنا بنعتذر جدا على اللي بيحصل دلوقتي، ونروح بقى لأخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت، وهنبتدي بالعناوين. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عبد الحفيظ: أندية فنلندية ترغب في التعاقد مع مؤمن زكريا. سوبر كورة: الأهلي عن قرعة دوري أبطال أفريقيا، نحترم الجميع ومش فارق هنلاعب مين. الشروق: قمصان أغلقنا الملف الأفريقي وبدأنا التركيز على مباراة القمة. اليوم السابع: الأهلي يكشف تطورات علاج سمانة شريف إكرامي. فيتو: وليد سليمان يخضع لفحص طبي جديد. بوابة الأخبار الأهلي: وضعنا برنامج للحد من ظاهرة الإصابات. البوابة سبورت: الأهلي يعلن موعد عودة أزارو وأجاي للقاهرة. الفجر: لاسارتي وجهز نجم الأهلي لقمة الزمالك. يورو سبورت عربية: مكافآت خاصة لحسم القمة، جلسة لاسارتي وعبد الحفيظ. صدى البلد: إدارة الأهلي تكشف حقيقة الشرط الجزائي في عقد عمر حمدي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: سارة أمين أحلم بأول لقب قاري مع الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: مدرب فاب الكاميروني يتحدث عن التنظيم والفريق المرشح للقب. اليوم السابع: الأهلي يواجه طلائع الجيش في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة. هنبتدي من الموقع الرسمي لنادي الأهلي، اللي قال إن سيد عبد الحفيظ مدير الكورة في النادي الأهلي تلقى اتصالات من أندية في الدوري الفنلندي بترغب في التعاقد مع مؤمن زكريا لاعب الفريق، وإن الأمور هتحسم خلال الأسبوع الجاري بعد إنهاء كافة التفاصيل والوصول لاتفاق نهائي بشأن عرضه والنادي اللي هيلعب ليه. كمان قال مدير الكورة في النادي الأهلي إن مصلحة مؤمن زكريا جت في مقدمة اهتمامات النادي، وإن العروض اللي تلقاها في الفترة الأخيرة بيتم دراستها من أجل الوصول لاتفاق إعارة اللاعب. مؤمن زكريا أنهى إعارته مع فريق أحد السعودي بالتراضي ما بين الطرفين، وبيسعى النادي الأهلي لإعارة اللاعب خصوصا وإن اللوائح بتمنع مشاركته مع النادي الأهلي خلال الموسم الجاري. كمان
سوبر كورة قالت أن محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي صرح أن الفريق جاهز لأي منافس في دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقال كمان أن النادي الأهلي بيحترم جميع المنافسين وهيستعد لأي فريق يلعب معاه في دور الثمانية عشان يتم تحقيق هدفه في النهاية، هو طبعا الصعود للمربع الذهبي واستكمال رحلة التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا. ينتظر النادي الأهلي غدا الأربعاء قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ينتظر اللعب مع حورية كوناكري الغيني أو شباب قسنطينة الجزائري أو سان داونز الجنوب أفريقي. وقال محمد يوسف أن الفرق المتأهلة لدور الثمانية قوية بما فيها أصحاب الميركاتو أو المركز الثاني، لأنها قدمت عروض قوية واستطاعت التأهل لهذا الدور المتقدم في البطولة على حساب فرق قوية، لذا لابد من احترامها والاستعداد الجيد لها. وأكد محمد يوسف أن أداء النادي الأهلي يتحسن محليا وأفريقيا بفضل إصرار لاعبيه وحماسهم وعودة المصابين، كذلك صفقات يناير بجانب دعم الجمهور وكذلك مساندة مجلس الإدارة للفريق. وأوضح محمد يوسف أن النادي الأهلي عازم على الفوز باللقب الأفريقي، لكن التركيز يكون دائما في كل دور على حدة، لذا سيكون التفكير في تخطي دور الثمانية أولا ومن ثم التفكير في التتويج باللقب. كمان الشروق قالت أن أكد سامي أوسان المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي أن الفريق قادر على الفصل ما بين البطولات، وأن الجهاز أغلق ملف البطولة الأفريقية بانتهاء مباراة شباب تستورة وبدأ التركيز في مباراة الزمالك واللي بتقام يوم 30 مارس الجاري. أكد سامي أمصان أن الكل على علم أن بطولة الدوري هي المحببة لجماهير النادي الأهلي، وأن الجهاز الفني واللعيبة بيسعوا بكل قوة لإسعاد الجماهير وتحقيق رغبتهم سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأفريقي. أشار المدرب المساعد كمان في النادي الأهلي أن الفريق عانى من الإصابات خلال الفترة اللي فاتت واللي كانت أحد أسباب خسارة الفريق للقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي. كمان اليوم السابع قال ان بيضع شريف اكرامي حارس النادي الاهلي لفحص طبي بعد رجوع الفريق للتدريبات في انتهاء فتره الراحه اللي حصل عليها بعد انتهاء مباراه شباب تستورة واللي حسمها الفريق لصالحه وتاهل لربع نهائي دوري ابطال افريقيا. وفقا لنتيجه الفحص الطبي هيتحدد مواعيد بدايه المرحله الجديده من التاهيل اللي بتتضمن الجري حوالين الملعب في خطوه جديده لعوده الحارس للمشاركه في التدريبات الجماعيه وتجهيزه للمباريات. قطع شريف اكرامي خطوات في مرحله العلاج والتاهيل تمهيدا لرجوعه من جديد للمشاركه في التدريبات الجماعيه بعد ما تعرض لاصابه بمزق في عضله السمانه. كمان موقع فيتو قال ان بيخضع وليد سليمان لاعب النادي الاهلي لفحص طبي غدا قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش استعدادا لمباراه الزمالك اللي تقام يوم 30 مارس الجاري لتحديد موعد عودته للمشاركه في المران الجماعي. خضع وليد سليمان لبرنامج بدني قوي في الفتره الاخيره وقرب من الرجوع للتدريبات الجماعيه وهيتم تجهيزه للمرحله اللي جايه. اتعرض سليمان للاصابه بجزع في الرباط الداخلي للركبه وانهى مرحله العلاج والتأهيل، خصوصا طبعا البرنامج البدني المكثف في سبيل عودته للتدريبات الجماعية. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن أكد سامي أمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي ومخطط الأحمال أليخاندرو حطوا برنامج للحد من ظاهرة الإصابات في الفريق إلى جانب تضافر كافة الجهود في هذا الملف سواء الجهود الفنية أو الطبية، وده اللي ساهم بشكل كبير في تقليل معدل الإصابات، وأنه بيأمل طبعا أن يخوض الفريق مباراة الزمالك وكل المباريات بشكل عام بصفوف مكتملة. وقال كمان المدرب المساعد في النادي الأهلي أن الفريق عانى من الإصابات خلال الفترة اللي فاتت واللي كانت أحد أسباب خسارة الفريق للقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم اللي فات.
البوابة سبورت كمان قالت أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة صرح أن وليد أزارو وجونيور أجاي لاعبي الفريق الأول هيرجعوا للقاهرة مساء يوم 20 من مارس الجاري وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الثنائي قبل ما يسافروا. استغل أزارو وأجاي فترة الراحة اللي حصلوا عليها للسفر لبلادهم عشان يقضوا فترة الأجازة مع أسرتهم وهيرجعوا من جديد لتدريبات الفريق استعدادا للمرحلة اللي جاية. حصل النادي الأهلي على راحة 3 أيام بعد انتهاء مباراة شبيبة الثورة واللي أقيمت مساء يوم السبت اللي فات على استاد الجيش في برج العرب في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. هيرجع المارد الأحمر للتدريبات صباح غد استعدادا لمواجهة نادي الزمالك اللي تقام يوم 30 الجاري في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. كمان الفجر قالت ان بيسعى الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده مارتين لاسارتي لتجهيز الانجولي جيرالدو مهاجم المارد الاحمر لمواجهه الزمالك والمقرر ليها يوم 30 يناير الجاري. ووضع الجهاز الفني للنادي الاهلي برنامج تاهيلي للاعبين استعدادا لمواجهه نادي الزمالك في قمه دوري المصري. كمان يورو سبورت عربية قالت من ناحية أخرى وعد سيد عبد الحفيظ مدير الكورة في النادي الأهلي لعبة الفريق بمكافآت خاصة في حالة الفوز على نادي الزمالك في المباراة المقررة ليها يوم 30 مارس الحالي ضمن اللقاءات المؤجلة من الدور الأول في مسابقة الدوري الممتاز. بيرغب أكيد مدير الكورة أنه يحفز اللعيبة قبل مواجهة القمة عشان يستعيدوا الصدارة مرة أخرى وينافسوا بقوة على الفوز باللقب المحلي للعام الرابع على التوالي. ومن جانبه طلب الأوروغواياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر من الجهاز الطبي ومن مخطط الأحمال وضع برنامج استشفائي خاص للاعبي الفريق الدوليين واللي هم طبعا انضموا للمنتخبين الأول والأولمبي بعد ما يرجعوا لصفوف الفريق بعد انتهاء مشاركتهم الدولية. وده طبعا أكيد عشان يتم تجهيزهم لمواجهة نادي الزمالك واللي هتكون إن شاء الله بعد أيام قليلة من انضمامهم للمران الخاص بالنادي الأهلي. أكيد لاسارتي عايز أنه يتجنب كل الإصابات اللي هتيجي أول هتكون ناتجة عن الإرهاق أو تعرضهم لإصابات عضلية نتيجة كثرة السفر والمباريات. كمان بيعقد مارتين لاسارتي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ في الساعات المقبلة مع عودة الفريق للمران من أجل تجهيز بعض الأمور الخاصة بالفريق زي رؤية المدير الفني للقائمة الحمراء في الموسم اللي جاي واللعيبة اللي بيرغب في التعاقد معاهم والمراكز اللي محتاجة لدعم. وده طبعا لإعداد تقرير مفصل عن كل الأمور الخاصة في الفريق قبل الجلسة اللي هتجمعهم بكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال الأيام اللي جاية واللي هتتم خلالها بداية طبعا رسم سيناريو جديد لشكل النادي الأهلي في الموسم الجديد. موقع رسمي للنادي الأهلي قال إن إعرابة سارة أمين لاعبة الفريق الأول الكرة الطائرة في النادي الأهلي عن سعادتها بالفوز اللي حققه الفريق امبارح على USFE البوركيني بثلاث أهداف نظيفة في المباراة اللي جمعتهم على صالة الأمير عبدالله الفيصل في ثاني مواجهات الفريق في البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للسيدات. قالت سارة إنها بتحلم باللقب الأفريقي الأول ليها مع النادي الأهلي وإنها بتتمنى التتويج باللقب عشان يكون أول ألقبها مع الفريق واللي هيكون لي ذكرى خاصة عندها خصوصا طبعا أن البطولة الأفريقية بتقام داخل النادي الأهلي وما بين جمهوره. قالت كمان لاعبة النادي الأهلي أن البطولة بتضم أكتر من فريق مميز وأن النادي الأهلي بيسعى للتتويج باللقب لإهدائه لجمهور النادي الأهلي التواجد طبعا في المباراة الأولى للتشجيع وللمساندة بحثا عن بطولة جديدة بتضاف لبطولات النادي الأهلي. فاز النادي الأهلي على نظيره فريق كان الكونغولي بثلاث أهداف نظيفة أول امبارح يوم الأحد وفازوا برضو امبارح على الفريق البوركيني بنفس النتيجة في الجولة الثانية من البطولة. عشان نشوف أو نعرف تصريحات اللاعبة أو اللاعبين في الفريق تعالوا نشوف التقرير القادم.
داخلين البطولة واحدة واحدة، مش متسرعين، مش عاوزين نستنفس كل القوة بتاعتنا. عندنا الأدوار الجاية ماتشات جامدة جدا، بنحاول نحافظ على القوة الأساسية بتاعتنا والقوة الضربة بتاعتنا تبقى فريش، بحيث في الماتشات الجامدة يبقوا في قمة مستواهم. عندنا لقاءات صعبة منتظرانا الدور الجاي واللي بعده، فلازم نحافظ على القوة بتاعتنا الأساسية. فريق الجمارك يعتبر فريق منافس لينا على أول وتاني المجموعة، فأعتقد هتبقى مباراة أقوى كمان من المباراتين دولة، وهتبقى احتكاك كويس قبل الدور الثاني ان شاء الله. جمهور الاهلي طبعا معودنا على ان واقف ورا فرق النادي الاهلي في كل الالعاب، وخاصه الكره الطايره سيدات النادي الاهلي، لان هم بيحققوا لهم بطولات وعارفين ان هم الدعم ليهم ان شاء الله باذن الله هيجيب نتيجه ويجيب بطوله باذن الله. والله احنا بنشتغل وبنعمل كل اللي في وسعنا، وان شاء الله باذن الله انا متفائل ان شاء الله في اللاعبات بتاعتنا وقدرتهم على حسم اللقب العاشر ليهم باذن الله. الحمد لله ان شاء الله نطلع اول مجموعه ونقابل فريق الكاميروني ان شاء الله في دور الثمانيه، وان شاء الله نتغلب عليه. قول لي بقى رئيس اللجنه العليا الدكتور محمد سراج وقف معاكم بعد المباراه، قول لي قال لكم ايه؟ كان بيشجعنا على طول، هو متواجد معانا في الماتشات كل الماتشات، وقبل البطوله كمان وقبل معسكر صربيا على طول بيشجعنا وعلى طول بيحفزنا ان احنا نلعب كويس، والحمد لله يعني احنا نازلين عارفين اللي هو ماتش مش جامد قوي، فيمكن يعني ادائنا هبط مع الفرقه شويه، هو اكيد ده مش حاجه صح قوي، بس احنا برده مركزين بقى الماتشات الجايه خلاص ما فيهاش تهريج، فان شاء الله يعني المستوى يختلف خالص، لان احنا في الماتشات الجايه هننزل بقى ما فيش هزار ان شاء الله. احنا من اخر من ساعه ماتش البطوله العربيه احنا كلنا ما اعتقدش في اي حد اثر في التمرين ولا في اي حاجه، عشان ان شاء الله البطوله دي تطلع اهلاويه يعني، ونصالح بيها جمهورنا، وان شاء الله ان شاء الله احنا يعني هنعمل كل حاجه عشان نوصل اللقب ده ان شاء الله. مباراه ممكن نقول عليها ان هي ضعيفه او متوسطه، بس ده بيساعد الكابتن طبعا على ان هو يشارك كل الناس، يدخل كل الناس في المود بتاع البطوله. صحيح انه بيبقى فيه بعض الاخطاء، بس ده برده بيساعدك انك تافويدت يعني في الادوار الثانيه. احنا الحمد لله مجهزين نفسنا كويس جدا ومستعدين ان شاء الله البطوله عشان نحافظ على اللقب باذن الله. جمهور حضرتك مش متخيل فرق معانا قد ايه، احنا نفسنا ان الجمهور ترجع تاني تملى الصالات من جديد، لان ده فعلا بجد حماس لينا مهمه قوي. ان شاء الله ان شاء الله في الادوار اللي جايه باذن الله يكونوا موجودين بعدد اكبر باذن الله. نرجع للموقع الرسمي لنادي الاهلي اللي قال برضو ان اعرب سامو روبرت المدير الفني لفريق فاب الكاميروني عن سعادته بوجوده داخل النادي الاهلي للمره الثانيه للمشاركه في فعاليات البطوله الافريقيه لكره الطايره سيدات، واللي بينظمها النادي الاهلي خلال الفتره من 14 ل 26 مارس الجاري. قال روبرت انه بيستمتع بالاجواء داخل النادي الاهلي، وكان حريص على اصطحاب اسرته معاه عشان يتم المعايشه هناك ويشوفوا الاجواء الرائعه جوه النادي الاهلي، والمعروف طبعا على مستوى القاره استمرار. قال كمان المدير الفني لفاب الكاميروني ان مصر بلد اكتر من رائع، وان اسرته بتعيش حاله من السعاده، واشاد كمان روبرت بتنظيم البطوله الافريقيه سواء على المستوى التنظيمي او الفني من خلال توقيت اقامه المباريات وحاله الالتزام، بالاضافه للجو العام للبطوله واللي بتشجع اي فريق ان هو يقدم اقصى عنده ويستمتع من خلال باللعب امام انديه القاره. ورشح كمان سامو روبرت فريق الاهلي ان هو يفوز بلقب البطوله، واكد على وجود فرق قويه زي قرطاج التونسي واللي بيدخل في المنافسه بقوه. كمان اليوم السابع قال ان بيلتقي الساعه 6 مساء اليوم يوم الثلاث فريق رجال الكره الطايره في النادي الاهلي بنظيره طلائع الجيش في اطار نهائي كاس مصر للموسم المحلي 2018-2019. هيقام اللقاء على الصاله المغطاه رقم 2 في استاد القاهره بحضور ممثلي كلا الناديين، وسط طموح كلا الفريقين في التتويج باللقب. النادي الاهلي تاهل للنهائي بالفوز اول امس على الشمس 3-0، بينما تاهل طلائع الجيش بالفوز على سبورتنج بنفس النتيجه. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع، ونرجع نكمل معاكم بقيه فقرتنا في كلام في الميديا. نسم
مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم واخر الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع المنتخب يواصل تدريباته ببرج العرب، انني ينضم للمعسكر اليوم. الفجر أجري يهدد لاعب المنتخب بالاستبعاد. الوفد أجري يرفض ضم حارس جديد لمنتخب مصر بعد إصابة عامر. فيتو عمرو وردة يصل اليوم لمعسكر المنتخب. في الجول هاني رمزي قميص المنتخب، اللاعبون لم يشتكوا والأهم الفوز بكأس الأمم. سوبر كورة أحمد مجاهد قميص المنتخب الجديد مؤقت. الوطن سبورت خلاف بين جهاز المنتخب ولجنة المسابقات بسبب فترة التوقف قبل أمم أفريقيا. الشروق ثروة سويلة بالأهلي والزمالك يريدان لعب القمة في القاهرة. بوابة الأخبار رسميا برج العرب جاهز لمباراة القمة. يلا كورة رمضان صبحي، أنا رهن إشارة المنتخب وهدفنا اللعب في أولمبياد طوكيو. صدى البلد نجم ليفربول يدافع عن محمد صلاح بسبب غيابه عن التهديف. في الجول تريزيجيه لن أنظر لمتع الحياة إلا بعد نهاية مشواري الكروي. سكاي سبورت محكمة أسبانية تؤجل قضية بين نيمار ونادي برشلونة. أهل إسبانيا ريال مدريد يخطط لصفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان بشأن نيمار. سبورت 360 جارت بيل يلمح لانتقاله لبايرن ميونخ. كورا غريزمان يوجه رسالة خفية لبرشلونة. يورو سبورت عربية زيدان يدفع ريال مدريد لاقتناص هدف برشلونة. هنبتدي معاكم اخبارنا او تفاصيل اخبارنا بالاخبار المحليه الخاصه بمنتخبنا الوطني الاول، وابتديها من اليوم السابع اللي قال ان بيواصل المنتخب الوطني بقياده المكسيكي خافيير اجيري استعداداته للمباراتين اللي جايين قصاد النيجر ونيجيريا بتدريب مسائي على ارضيه ملعب استاد برج العرب الفرعي. بتكتمل كمان صفوف النهارده بتواجد محمد النني في التدريبات بعد ما حصل على راحه خلال اليومين اللي فاتوا لقضاء اجازه مع اسرته في البحر الاحمر. بيستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهه امام النيجر في التصفيات المؤهله لبطوله امم افريقيا واللي تحدد ليها يوم 23 مارس الجاري قبل مواجهه نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر في مدينه اسابا عاصمه ولايه دلتا. كمان الفجر قالت ان اظهر المكسيكي خافير اجاري المدير الفني للمنتخب الوطني العين الحمراء للعبت الفراعنه في معسكر مارس الجاري، وهدد اجاري لعبت المنتخب الوطني اي لاعب بالاستبعاد اذا تسبب في اي ازمه خلال المعسكر، ورسخ كمان مبدا التساوي بين كل اللعيبه، وطالب اجاري اللعيبه بالاجتهاد في التدريبات والالتزام خارج الملعب، وده المعيار بتمثيل الفراعنه وليس اسم او نجوميه اللاعب او تاريخه السابق مع المنتخب. كمان الوفد قال ان رفض الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافير اجاري ضم حارس جديد للفريق القومي بعد استبعاد عامر حارس مرمى للانتاج الحربي بسبب الاصابة. فضل الجهاز الفني الاكتفاء بوجود احمد الشناوي ومحمود جنش وابو جبل في المعسكر الحالي. كمان فيتو قال ان بيصل عمرو ورده مهاجم منتخب مصر وفريق تراماتس اليوناني للاسكندريه اليوم الثلاثاء للانتظام في معسكر المنتخب اللي هيقام او بيقام حاليا في برج العرب، ومن المقرر ان ينتظم عمرو ورده في ميران المنتخب الوطني واللي بيقام على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب على ان يؤدي تدريبات خفيفه خوفا من تعرضه للاجهاد.
كمان في الجول قال النصر حاني رمزي المدرب العام للفراعنه انه لم يشتكي اي لاعب في صفوف المنتخب من القميص الجديد للمنتخب، وصرح رمزي راعي قميص المنتخب شركه كبيره وعالميه الا ان تخصيص تصميم معين يستغرق وقت اطول في الوقت الذي تم التعاقد في الشهر الماضي، واضاف قميص التدريبات جيد جدا اما قميص المباريات لا باس به كان من الممكن ان يكون افضل، وقال كمان لا يهمنا القمصان بقدر الاهتمام بالمكسب، واللاعبون لم يشتكوا من القميص الجديد. وأشار هاني رمزي لقد فاز المنتخب ببطولة أفريقيا عام 98 بدون قمصان عالمية، الأهم أداء اللاعبين وجهودهم في الملعب. وقال كمان في ختام تصريحاته بالتأكيد التشكيلات مهمة، ولكن يهمنا في المقام الأول التركيز في البطولة والأداء بقوة لنشرف مصر. كمان سوبر كوره قال ان علي احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكوره على الانتقادات اللي توجهت للجبليه بعد اعلان التصميم الجديد لقميص المنتخب، وقال ان القميص ده ليس مخصص للمنتخب المصري وانما تم تخصيصه من الشركه الجديده للفراعنه في ظل ضيق الوقت بعد التعاقد مع الشركه. قال مجاهد في تصريحات لبرنامج على شاشه قناه نهار ان هناك تصميم جديد لقميص المنتخب هيتم اعلانه العام المقبل 2020، وهيكون اتحاد الكرة دور في اختياره وهيكون لائق لمكانة المنتخب الوطني. كمان الوطن سبورت قال ان كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة ان المنتخب الوطني طلب 19 يوم عشان يعمل معسكر ختامي قبل بطولة أمم أفريقيا والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو لحد 19 يوليو الجاي. قال حسين خلال تصريحاته أنا أتمنى من جهاز المنتخب أن يقتصر المعسكر على 15 يوم فقط مثل ما هو معمول به حسب الأجندة الدولية والرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم. وعن الموعد المبدئي لنهاية الدوري أوضح رئيس لجنة المسابقات الموعد المبدئي شهر أغسطس ثم الحصول على راحة 45 يوم قبل انطلاق الموسم الجديد. كمان الشروق قالت ان كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكره انه حتى الان لم يتخذ قرار نهائي بنقل مباريات القمه بين الاهلي والزمالك من استاد برج العرب لملعب اخر. قال سويلم سنجتمع بلجنه المسابقات لدراسه هذا الملف واتخاذ قرار مناسب في ظل الاجهاد الذي يعاني منه ملعب برج العرب بسبب المباريات اليوميه التي تقام عليه. واوضح سويلم ان كل من الاهلي والزمالك يرغبان في لعب المباراه بالقاهره، بينما يعتقد ان ملعب الدفاع الجوي هو أجهز لاستقبال القمة برغم كونه أحد الملاعب الأساسية لأمم أفريقيا. وردا على احتمالية استقبال استاد السلام للمباراة استبعد سويلم الفكرة، وقال كمان كانت هناك محاولة لكي يلعب الانتاج الحربي مبارياته فيه باعتباره ملعبه الأساسي، إلا أن أعمال التطوير والتجهيز فيه كأحد الملاعب الأساسية لكأس الأمم الأفريقية حالت دون ذلك. كمان بوابة الأخبار قالت إن أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم أن استاد برج العرب جاهز لاستقبال مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع السابع أو 17 لدوري القسم الأول واللي هتقام يوم 30 مارس الجاري. أشار حسين إلى أنه تقرر إقامة مباراة سموحة وادي دجلة ضمن الأسبوع 27 في استاد حرس الحدود في المكس بدلا من برج العرب اللي بيجرى تجهيزه لمباراة القمة. كمان موقع يلا كرة قال ان اكد رمضان صبحي قائد المنتخب الاولمبي ولاعب فريق هدرسفيلد تاون الانجليزي المعار لصفوف النادي الاهلي انه رهن اشاره اي منتخب، وقال كمان ان هدفه هو وزمايله اللعب في اولمبياد طوكيو. وقال رمضان صبحي فخور بالتواجد في صفوف الفراعنه، انا رهن اشاره اي فريق يرتدي قميص منتخب مصر. وقال كمان انا بحلم باللعب في اولمبياد طوكيو بعد ما شاركت قبل كده في بطوله كاس العالم والامم الافريقيه. طبعا المنتخب الاولمبي ادى اول تدريباته اليوم الثلاثاء في اسبانيا استعدادا للقاء امريكا يوم الجمعه الجايه، وبعد كده مباراه اخرى هتكون قصاد هولندا يوم 26 مارس الجاري.
كمان صدى البلد قالت ان دافع الهولندي فيرجو فان دايك مدافع فريق ليفربول الانجليزي عن زميل المحترف الدولي المصري محمد صلاح، وده بعد تعرضه للعديد من الانتقادات خلال الفتره الاخيره، وده بسبب غيابه عن التهديف مع الفريق الانجليزي. قال فان دايك في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لفريق ليفربول الانجليزي ان الامر ليس الا مساله وقت، وسيعود صلاح للتهديف مع الفريق من جديد. محمد صلاح لاعب من طراز عالمي، ويمكن للجميع ان يقول عنه ما يريدون، ولكن في اعتقادي الشخصي ان جميع الفرق في الدوري الانجليزي ستحب ان تضم محمد صلاح. قال كمان دائما ما اقول لمحمد صلاح ان الاهداف ستاتي، وانه فقط يحتاج الى الاستمرار في العمل، ومن ثم جميع الامور ستكون على ما يرام، وانه بالنسبه لنا لا يزال يسجل الكثير من الاهداف. في الجول كمان قالت ان شدد الدولي المصري محمود حسن تريزيجي جناح قاسم باشا التركي انه لا يشغل باله بشيء حاليا سوى كره القدم. قال تريزيجي: اركز منذ بدايه مشواري مع كره القدم فقط لا غير، عكس العديد من اللاعبين. وقال كمان: منذ ان اتت زوجتي لتركيا وانا لا افعل شيء سوى التدريب ولعب المباريات والجلوس في البيت. وواصل: لن أنظر لمتع الحياة إلا بعد نهاية مشواري مع كرة القدم. وأوضح لاعب إنجلترا السابق الدوري التركي أقوى من نظيره البلجيكي، فالأول يضم العديد من نجوم الكرة العالمية. وأتم تريزيجي أحلم بتتويج محمد صلاح بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، فهو فخر الكرة المصرية. الأسبانية قالت: لا يزال نادي ريال مدريد الأسباني يحاول البحث عن بديل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي خلال الفترة القادمة. وقالت تقارير صحفية أن المرنجي بيحاول التعاقد مع النجم البلجيكي أرن هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي بالإضافة للبرازيلي نيمار دي سيلفا. وتابعت التقارير أن الفريق الملكي برئاسة بيريز بيرغب في التعاقد مع أحد النجمين الفرنسي كيلين مبابي أو البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان. وأوضحت تقارير فرنسية أن ريال مدريد بيفكر في خطة جديدة ومفاجأة للضفر بخدمات البرازيلي نيمار دي سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وأشارت التقارير إلى أن تصميم الفريق الملكي على التعاقد مع نيمار دفع بيريز لرئيس النادي ريال مدريد للتفكير في تقديم عرض كبير لنادي العاصمة الفرنسية. وأضافت أن ريال مدريد لا يعتزم فقط على تقديم عرض ضخم، بل أنه يفكر أيضا في إدخال الحارس البلجيكي كورتوا ضمن الصفقة لإغراء نادي باريس سان جيرمان. سبورت 360 قالت ان فتح جاريث بيل لاعب ريال مدريد الاسباني الباب امام الانضمام لبايرن ميونخ الالماني في سوق الانتقالات الصيفيه القادمه حسب ما كشفت تقارير صحفيه مساء اليوم. واكدت تقارير نقلا عن مصدر مقرب من اللاعب الويلزي الاخير موافق على فكره الانتقال للدوري الالماني، وان الانضمام لبايرن ميونخ يجذب جميع اللاعبين. وقال المصدر: الانتقال لبايرن ميونخ يجذب جميع اللاعبين وجاريث بيل ايضا، العلاقه بين الناديين جيده ويمكن التواصل لاتفاق. وأضاف: من الذي لا يريد أن يلعب في صفوف بايرن ميونخ، أعتقد أن النادي يحتاج إلى إشارة جديدة ولاعبين كبار لتعويض رحيل أرين روبن وفرانك ريبيري في الصيف القادم. كمان موقع كورة قال ان كشف تقرير صحفي ان خسارة اتلتيكو مدريد امام يوفنتوس في بطولة دوري ابطال اوروبا لم تكن السبب وراء رغبة الفرنسي انطوان غريزمان في الانتقال لصفوف برشلونة في الصيف المقبل. ووفقا لصحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية، فغريزمان وجه رسالة خفية عن طريق ممثلي في برشلونة قبل أن يتم إقصاء الروخي بلانكوس من دوري أبطال أوروبا بعد ريمونتادا تاريخية قادها البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأفادت الصحيفة بأن الرسالة تضمنت اعتذار من النجم الفرنسي على رفض العرض الأول من برشلونة، مع التأكيد على أنه سيكون سعيد إذا حصل على فرصة أخرى لارتداء قميص البارسا. وأوضحت أن اللاعب لم ينتقل إلى برشلونة بعد أن تعرض للضغط من قبل اللاعبين والمديرين والجهاز الفني للروخي بلانكوس من أجل الاستمرار رفقة الفريق المدريدي.
يورو سبورت عربية قالت إن بيعكف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد العائد لمنصبه مؤخرا على التشاور مع إدارة ناديه من أجل وضع تصور لاحتياجات الفريق في الموسم المقبل أو في موسم الانتقالات الصيفي المقبل. وحسبما كشفت تقارير إسبانية نقلا فإن زيدان قد أبدى رغبة في التعاقد مع الفرنسي الدولي أدريان رابي لاعب فريق باريس سان جيرمان. وأكدت التقارير على أن زيدان اختار التعاقد مع رابيو بسبب إيمانه بقدرات مواطنه الفنية المميزة، كما أنه على الصعيد المادي فلن يحمل خزينة النادي عبء مالي في صفقته، حيث ينتهي تعاقد رابيو مع باريس سان جيرمان في الصيف القادم ويحق له الرحيل بصفة مجانية. وعلى الأكثر قد يدفع مبلغ 15 مليون يورو للنادي نظير نشأته وهو دون 18 عام. ويتجه تفكير زيدان في صفقة رابيو لأنه سيكون البديل الرائع للكرواتي لوكا مودريتش الذي من المرجح رحيله عن برنابيو في نهاية الموسم تجاه الدوري الإيطالي وتحديدا الأنتر، خاصة أن عمره تقدم وسيصل في الموسم المقبل 34 عام. وكان برشلونة قد ارتبط اسمه بقوة مع رابيو في الأشهر الأخيرة وتردد أنه بسبب حالة من رفض لدى اللاعب تجاه تجديد عقده مع البي اس جي بالرغم من العروض المادية الضخمة والمغرية التي قدمها له النادي. طيب ان شاء الله هتشوفوا معانا نهائي كاس مصر على شاشه قناه النادي الاهلي. نهائي كاس مصر الطايره رجال النهارده هيعرض على شاشه قناه النادي الاهلي الساعه كام؟ الساعه 6 مساء باذن الله. انتهت النهارده حلقتنا من كلام في الميديا، اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده الساعه 5 مساء. كل التوفيق اكيد لفريق الطايره رجال في نهائي كاس مصر.